استقريت في القاهرة، ومنها بقى يعني بدأت الدعوات تقبل علينا من البلاد العربية وبلاد الإسلامية. بعد الشيخ عبد الباسط موظف تعدى 25 ما كانش يقعد في جمهورية مصر العربية، كان يعار إلى الدول العربية. سافرت إلى دمشق سوريا أحياء رمضان في المسجد الأموي الكبير هناك، وتنقلت بين حلب واللاذقية وحما وطرطوس وبنياس العواصم الكبيرة، ثم دعيت في بيروت وحصلت على أوسمة وناشين من سوريا ومن لبنان، ثم دعيت بعد ذلك إلى الأردن وأحييت رمضانين بالمسجد الأقصى قبل الاستيلاء عليه. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. على مستوى العالم كله، شرقا وغربا، كل بلد في العالم قرأ فيها، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، كندا، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا، ما خلاش بلد في العالم ما قرأ فيها. الشيخ رحمه الله رحمة واسعة كان يقرأ القرآن بقلبه، نحس ذلك لو أننا استمعنا إليه، فإذا صور لنا الجنة نجد الصوت مبتهجا فرحا كأنه دخل الجنة ورأى ما فيها من النعيم فسعد بذلك وأراد أن يشرك الناس في هذه السعادة. من جمال صوته ومن عذوبته وطراوته كان يجذب القلوب إليه ويجذب الأذهان، والإنسان يركز معه في القراءة تركيزا كاملا من أول ما يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى يقول صدق الله العظيم الفاتحة. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. ثلاثة عناصر لابد أن تتوافر في القارئ المجيد، إيه هما؟ النص بحكمه، الصوت الحسن، النغم. وإذا قلنا الصوت الحسن لابد أن يكون هذا الصوت مثقفا ثقافة صوتية، أي لابد أن يعلم علم المقامات النغمية. هي الأصوات نفسها أصوات موسيقية، ومع كثرة سمع الإنسان يحب يسمع قراء كثيرين، ويحب يسمع أغاني كثيرة، ويحب يسمع موسيقى. فالموسيقى دي طبعا بتعمل تطورات عند الإنسان، وبعدين نفس التلاوة فيها طبعا بياتي، وفيها نهاوند، وفيها صبا، وفيها حجاز كار، وفيها ففيها تلوين. كان الوالد رحمة الله عليه في زيارة إلى إحياء ذكرى مولد سيدي عبد الرحيم القنائي في محافظة قنا، فاتصل به السفير المغربي وقال له جلالة الملك الحسن الثاني يعني يدعوك لأمر هام. فعاد إلى القاهرة وعلم أن هو طالب منه أنه يسجل القرآن الكريم برواية ورش عن نافع المدني، وهي القراءة التي يقرؤون بها أهل المغرب. فيعني قال للسفير طب ده الوقت ضيق، وإحنا الوقت فاضل 15 يوم على شهر رمضان، وأنا معتاد أسافر خارج القاهرة في شهر رمضان. قال له معلش إحنا نبدأ ونتوكل على الله وربنا يعيننا يعني على ختم القرآن الكريم. ورواية ورش دي رواية طويلة يعني تحتاج مدود طويلة،
فكان يعني الوالد يعني وجد مشقة، وكان يقرأ حوالي جزء في الصباح وجزء في المساء، وأتم القرآن الكريم في حوالي 15 يوم أو 20 يوم. هو يتمتع بحوالي 2 أكتاف ونص، وبلغة الموسيقى الأكتاف عبارة عن 8 درجات. كان بيبدأ من درجة الفا اللي هي دي، يوصل لغاية الله حوالي 2.5 أكتاف على البيانو، يعني لو حسبناها كده ادي 8 و8 16، 16 و2 18، وساعات يبقى 19. كان لما يجي يقرا من اي مقام كان بيروح مرجع النغمه في الغليظ شويه عشان يوفر النغمه في 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 في, في الجوابات، يوم يقدر يعني يقرا مستريح. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بعد كده فوجئنا ان هو انتقل للجوابات. يورينا ازاي هو كان بينطلق من المنطقة الوسطى للجوابات بسهولة ويسر مع قمة الحوار بين المنطقتين. هو من النوع الذهب الذي كلما استخدمه انطلق وانطلق، ولذلك كانت تلاواته في المحافل لا تقل عن ساعة ونص.